موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها صفة الكلام ذاتية أو فعلية، يعني صفة كلام الله سبحانه وتعالى هل هي صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ الجواب: أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها فهي من صفات ذاته، وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فهي من صفات فعله صلى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله في صفة الكلام: إنها صفة ذات وفعل معا، يعني هي صفة ذاتية وصفة فعلية. فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته، فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه لمن يشاء. وكلامه سبحانه صفته، يعني كلام الله صفة من صفات الله تعالى، كذلك لا غاية له ولا انتهاء. الله سبحانه وتعالى يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ويقول الله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. ويقول الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. والحمد لله رب العالمين.